كمان سمنه يما. قص القدره خليليه. يعني في ناس بقول لك بنحط بهار وبهار قدره ومش بهار، لا القدره هي بهارها سمنتها حلو، سمنتها بهارها سمنتها سمنه بلديه تبقى حلو، ودقتها وملحها، هذا بهار القدره بس. اي غيه اي شيء ما بنحط على القدره. في ناس بعض مرات يعني بس في كثير ناس بضيفوا شغلات، اهل الشمال يعني بحبوا التومه الحمص، يعني اهل بيت لحم القدس حلو خليل، لا بتتاكل من دون لا تومه ولا حمص، بس سك. اللي هي سمنتها سمن البلدي والملح يكون مظبوط. حتى في رمضان اكثر شيء مناسبات يعني عزايم رمضان، يعني اغلب الموائد بتكون عليها بتكون عليها. والله كل واحد اودر دجاج ولا لحمه، كل واحد اودر كل واحد اودر. طيب ماشي يا سيدي، هسه بدنا نشوف احنا الصنعه اللي بتحكي عنها انت. هات على قد الدجاج، هات يلا طلع لنا حطها هون، حطها هون الصينيه. ايوه يا ويلي بجنن طالع لون الدجاج، يا سلام. هات القدرة، هات القدرة، هات القدرة، هات القدرة مهلا. حلو هلقيت بنسمنها بسمنة بلدية كمان بعد ما تخلص ترجع برضه بتسمنها. هي هيك السمنة وهيك بتصير هون السر. ايوه بتفتح الرز. ايوه انت عارف انت يا استاذ تيمور يعني شايف انت بتفتح الرز بالسمنة البلدية يا معلم. وفول بتبقى جاهزة هيك على الدجاج. كمان سمنه يما. احنا اهل الخليل بنحب السمن، ما تحكيش يعني السمن. انا انتبهت انه الخليل بيعشقون السمنه. السمنه السمنه بتشرشر بتشبشر. انت عشان متعود تكمس في ايديك. انا متعود بس خلص شو بدنا نعمل، المشكلة هلا انه طالعة من الفرن. يا سيدي انا بدي اطلع لبرا عشان انت عن جد المحل عجقة وفوق بعض الناس بيستنوا، احنا بنعتذر. صح وعد، صح وعد، جربها برا. صح وعد، شوف شو طالع. تفضل شوف. يعني كمية السمنة اللي فيها يعني كمية جلطة على ما أظن، قد ما بحبوا السمنة بالخليل. بهاراتها بسمنتها، أكلة فيها بساطة وفيها حب وفيها روح وفيها عادات وتقاليد، شيء جميل. شكرا. صح وعد.